عزيز انت كويسه؟ قصدي ما تقلقيش كويسه؟ شكرا يا عزيز ان انت جيت، واسفه لو كنت ازعجتك. انا كنت قلت لكريمه تبلغ فريد عشان يتصرف. فريد مسافر وسيدي بيبلغ المحامي بتاعه لحد ما القنصليه تفتح الصبح ونبلغها. كان بدي اروح النهارده بس هو قال لي مش هيبقوا موجودين. محتاجه حاجه من البيت؟ اخلي كريمه تروح تجيبها لك. هي كانت معاك؟ لا انا جيت لوحدي. في حد تاني تحب ابلغه؟ مفيش داعي نقلق حد تاني. خلينا نستنى لحد بكره الصبح ونشوف المحامي هيقول ايه وبعدها نقرر. صديق بيطمني وانا مش هسكت. محدش منا هيرتاح لحد ما تروحي على بيتك. وانا اسف لو اضطريت تباتي هنا ولو ليله واحده.